بسم الله والحمد لله، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيكم واحد وهذا دون المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي، مساجدك هي الدور كأوكلية هاي كل شدة مسلمين تأجده هيد. السبب تاع إنه مساجد كأوجهد لنا روح أيتها هي يضو حافظا أي نكون الله هاي مساجد كي الشافعي أو صدن متر وح عن كبدنين إنه شرة أيضت كي ماشي دجناء يوج أرتين إن مساجد كوكيري هاي تذكر. ولذلك مساجد كي ولا الدمية قاب كا أركيسان أي إنجنيير هذي خير كبدنا إديسي أي أديسان غري سدا صار لورد سيا. ولذلك وح أي ندونينا إن أنكهد لو مساجد كم حوية كالين تو قتيرة إسلام كجديهيس سدو رسولك عليه الصلاة والسلام وغدي جاي تلسك مسلمين تو أي ليهين مركا ودونيو مسلمين تا إن أرمهودة وجهيو أو كجهيو جهادك أو كجهيو علمك أو كجهيو يعني هرمرك بالشدة نوع طونا بها هذا. إذن وحن دونينا إن وناقو كما بلابمو حق ساري وناقو وحوي ستارتين بوينتكو مركا إسلامكو وحفولين إيو ألف بو كبلابما كن كما صو بلابما إسلامكو مركا وحقبان إيو وحاو كبلابما مركا لدون إيو إناد وناق سميسو إناد نفتا دوغوه الرئيسيس مركا دون إيسو إناد وناق سميسو إناد قريقاق حقاجسو مركا دون إيسو وناق إناد سميسو إناد شاركاق حقاجسو وصيداسي آد أوددو إلا أد كغاليسو ميشا وقودن بيسا إدوني دا وقودن بيسا وإلهي سبحانه وتعالى قفك مسلم كأفري إن أدعو دوضه بلقوا عني ولو آية وحاقيقة قرسيسان وناك آيات قرآن كمي دوحان نقطه إيقا قرسية أيهو لرسولك عليه الصلاة والسلام وندعو دي أي قادين فقولي أفري لباتن كن أصحابي ورسولك الله اللي في حجة الوداع وندعو دي أي قادين فقول كن أو سحابي سدا أي كور همين أي مضى تاريخ ذقور تقار كود وسدا وكور همين الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء إن يهايين شني سقاشن كن أو سحابي تطكي الله الضي رسولك عليه الصلاة والسلام. المهم عدوى لبا ودني دا كن نور ودني دا وحكا آمين سن بانتا نبقى الدنيا هو جامية الله يقان موساتك أما الله يقان إسرائيل أما الله يقان الصهيونية العالمية أو ضد هدف له وما أنت كرش قيسته ومضاها أوردن فقل يكوب يسقاشن كالدولة دود ما أنت يو أنت اللي يلاحظه وحلوغت ليا صدحيت منك مليون إسرائيل اللي يلاحظه اللي حمليون نا أي قدس قبصدين أي حوق كويستان 7 مليون اي كومتلان امريكان اي كومتلان انجليز اي كومتلان مخاي نورويجيان اي كومتلان مغعيده بدن اي انو لاقانو قاركودنا ايغو مسلمين شيغانيا اي كومتلان مغعيه فر بدن ايا دنيدا هدف كله. اذا بروتوكولات من حكماء صهيون او من خبثاء صهيون صدحي كنتم كقضب إسرائيل أي لهذا دوني دوا لغوه كامينية محاكم إذا وحاكم إذا إن دتك لغد أدعيو أن يكونوا ألا دينيين وإن نصوصارنو ماها إن نكدقنا دتك كريستان ماها دتك إن نكدقنا تشويس أي نقضان دد يهودة وكتابك مقرتي التورات وحكايستا دتك سي أي نؤمام الله وإن نكدقنا دد أن دين هيسن وإن وقفك عابدا لعكتا سي أين وقفكنا وإن وقفك عابدا كرسيقا
si aynu ugu xukuno waa inuu qofku caabudaa magaca si aynu ugu xukuno waa inuu qofku caabudaa maxay 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 waxyaalaha ay sameeyaan ee maanta dunida ay ku hoggaamiyaan idan islaamku wuxuu sameeyey meel layskugu yimaado oo nolosha qofka muslimka a laga asaaso wahada maa yusama almasjid rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ahaa hogaamiyihii muslimiinta oo haddii ay noqoto jihaad kaana fi safi alawali min aljihaad oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkii dadku farduhu ay dideen ee magaalada gebigeeduba ay isku yaacday ee la naxay isagoo ahaa qofkii ugu horreeyey faras yar oo abuu dalxa uu leeyahay intuu ku booday sahankii soo sugay oo haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam qof muslimi kaco oo uu yidhaahdo waan bakhtiyaya rasuulku uu ahaa qofka ugu horreeyey ee istaaga war istaag u tag gabadhaydii heblaayo oo xadiis bukhaari wariyey waxaad tidhaahdaa nin muslima ayaa masaajidka ku bakhtiyaya diyaargarow ninkaasi ayaynu martidiisa gelinaynaa dabeeto saxaabigu wuxuu soo celinaya yaa rasuul allah gabadhaadii aan u tegay waxay tidhi waladii bacasaka bilxaqi yaa rasuul allah maa cindii ila almaa ilaahay xaqa kugu soo saaray ayaan ku dhaartay biyo oo keliya ayaan markaasaa sagaalkiisii guri nebiga calayhi salaatu wasalaam lasoo maray wa fi lxadiisi saxiix qof muslima ayaa salaadii oo loo kacayo ayaa rasuulka qabtay wari yaa rasuul allah salaada ha geli waxaad u gelaysaa salaada qof muslimaan ahay waxaan doonayaa arrinkayga inaad dhammayso dabeeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintiisii buu dhammeeyey ninkii acraabiga ahaa ee muslimka ahaa ee arrintiisa la dhammeeyey ayaa wuxuu arkay inay wax ka dhiman yihiin salaadiina waa la iqaabay ha gelin buu yidhi nebi allo waxbaa ka dhiman arrintaydii rasuulku calayhi salaatu wasalaam kaana aban wa kaana zawjan وكان قائدا وكان عالما وكان ساهدا وكان تقيا وكان ألفا مألوفا سفوين ودنب الله رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك وحري دي بيقو يردق أنك أعرابك يقبص ذي أن أرنك يسلم وهذا حديث صحيح كما قال أهل الحديث رسولك وسور دمي صلاة دي با دي بلوغو دي لكي مسلم كانت أنت سيلا دميني إذن هذا هو القائد الذي أسس الدولة الإسلامية ولكن أين أسس رسولك عليه الصلاة والسلام تضبات صحابي بان لدي يا رسول الله وكم إذا ها كريم كي صحابة وحفادي كم إذا وعلمدي كم إذا يا رسول الله ما أقبل النبي لنبي عليه الصلاة والسلام وكي رسولك يستاغي وهذا ما يسمى جيش العسرة وهي قسوة تبوك والدقال كي رسولك ويرين انك الدقال كدب دعاوى منافق ويرين نبيك عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك يا صحابة كدب دعاوى حتى لغو سور رغي عنقبتين لما سلامي ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام جيشك يسمى جيش العسرة ومالنت عمر بن الخطاب لها maanta uun baan doonayaa abuu bakar inaan ka hormaro si aan u galo kaalinta koowaad marka loo tartamaya khayrka ma aha marka magaca loo tartamaya ma aha marka lacagta loo tartamayo ma aha marka kursiga loo tartamayo marka loo tartamayo wa fii dalika falyatanaafasi lmutanaafisuun waa marka jannada loo tartamayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu asaasay dowlatan ma yusama ashafaafiya maxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam hantidiisa islaanta indhaha la ee madiine koonaheeda ku nool ayaa ogeyd lacagta muslimiintu ay leedahay iyo siday u baxday siday ku ogaayay markuu safarku baxrayn ka soo galo markuu safarku ka soo galo muxuu ahaay ardu sheem markuu ka soo galo ardul yaman boqol awr baa yimid boqolka awrba masaajidkun baa lasoo hor joojiyaa subxaanallah saxaabadu tiradooda way yaqaanaa cumar binu khataab inta la siiyo waa la yaqaanaa abuu bakr inta uu qaato waa la yaqaanaa
saxaabada oo dhan dhammaantood waxa ay ku jireen, liis bay ku jireen, tiradooda waa la yaqaan, aylad walba waa la yaqaan. Walidaalika waxa weeye, halkaa marka la keeno boqolka awr, saxaabiga safka hore fadhiya ee Thaabit bin Qays la yidhaa wuxuu yaqaanaa xoolaha yimid inta kaga soo hagaagaysa. Central stories buu rasuulku lahaa isaga oo keliya iyo tiim isaga u khaasi ay og yihiin muslimiintu waxay leeyihin. La sekada inta soo xareeto gobol walba ka soo xareeto 10 gobol oo imika 23 kan dowladood ee carbeed noqonaya, mid walba ilmaha ugu yar wuu ogaa inta ka soo xaroota iyo sida loogu qaybiyey Madiina iyo gobol walba inta la siiyo muslimiinta oo dhamaad. Waa hada ma yusamma ash-shafafiyya fi al-islam. Subhanallah. Abu Sufyan bin Har ayaa safrayo wuxuu tagay inankiisii Muawiya bin Abi Sufyan wa kana min as-sahabati al-awwalin. Tabeetu waxaa la yidhaahdaa 10,000 oo dirham ayaa la soo siiyo inankiisii soo siiyo. Cumar bin Khattab baa ogaaday in Abu Sufyan uu safray inankiisii u tagay oo gobol haysta, isla markaasina dareenkiisa ay gashay ma yusamma min ayna laki hada, mabda'a islaamka lagu muraaqabeeyo hoggaamiyeyaasha muslimiinta ama gobollada ama dadka jooga hay-aadka xasaasiga muslimiintu ay leeyihiin sanadkiiba waxaa jeegay nidaam la yidhaahdo min ayna laki hada, baabuurka quruxda badan ee halkuu kaa soo galay, intaasoo guri baad dhistay, halkeed ka keentay, mushahaarkaaga waa la yaqaanaa. Marka Cumar bin Khattaab mabda' buu lahaa sanadkii laba loo qaybin jiray ninka mas-uulka ah, meelna waxaa lagu dari jiray beytulmaalka muslimiinta, meelna isaga lahaa. Hadduu diido sanadkii waxaa la odhan jiray usoo diyaargarow Maxamed bin Maslama oo haysta hanti dhowrka guud ee dadka muslimiinta, waa in la baaro shaarku halkuu kaasoo galay, surwaalku halka uu kaasoo galay, qamiisku halka uu kaasoo galay, kaatunku halkuu kaasoo galay. Marka waxay door bidi jireen mas-uuliyiintii muslimiintu marka loo yimaado ee la yidhaah hanti dhowrkii baa yimid. Cumar bin Khattaab wuxuu yidhi wixii aad heshay ee ku soo galay laba u qaybi, beytulmaalka muslimiinta qayb ku shub, waa diiday u diyaar garow in lagu xisaabiyo oo la xisaabiyo wixii ku soo galay halka ay ka yimaadeen, haddaad wada yeelatana adiga ayaa iska wada. Idan Abu Sufyan bin Har, Cumar waxa loo soo sheegay Abu Sufyan bin Har bi waa yimid laakiin wuxoogaa yar buu soo qaatay baa la yidhi subxaanallah. Marka Abu Sufyan bin Har ayuu u yeedhay Cumar bin Khattaab radiyallahu anhu. Abu Sufyan waa ayo waa ninka hadduu farta taago 100,000 oo inan oo gaashaan qaadi ay istaagayaan reerku ka dhashay. Waa ninka marka uu yidhaahdo hantida Maka oo dhan loo qaybiyo 100,000 dhismaheeda isaga iyo faamiligiisu ay leeyihiin, waa hada min Bani Umayya, quwada uu leeyahay baan ka warramaya. Iyo markaasi Abu Sufyan bin Harb istiraatiijiyada uu ku leeyahay hadday awood noqoto, hadday dhaqaale noqoto, hadday tiro noqoto, waqtigaasi dadka muslimiinta gudahood maxaa intaa u helisa laba bays oo waaweyn oo ciidan walba 40,000 oo mujaahid oo haddii Madiina ay soo galaan dhinaca kale ay uga baxayaan laba inanoo u dhali baa kala hogaaminay. Cumar bin Khattaab baa u yeedhay waxna loo sheegay in wax jiraan waxa timaada masaajidka Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waa madaxtooyadii islaamka looga talinayay. Abu Sufyan bin Harb ayaa yimid wuxuu kaatunkaaga ay dhiib Cumar bin Khattaab radiyallahu anhu. Marka kaatunka saxaabadu ay isticmaali jireen ragga waaweyni, mid walba khatmi baa ugu samaysna, macnaheedu waxa weeye kaatunkiisu waa istaamka uu leeyahay ninka muslimkii ayaa halkaasi ugaga qoran, macnaheedu waa shaabada uu leeyahay. Inan la shaqayn jiray oo ka mid ah shaqaalihii Cumar bin Khattaab uu dhiib wuxuu yidhi waxaad u tagtaa Hinda binti Cutba binti Rubayca, waxaad ku leedahay kaatunka waad garanaysaa hantidii Abu Sufyan uu ka keenay maalintii uu Shaam tegay uu soo dhiibay Yazid bin Abi Sufyan soo dir.
هند بنت عتبة ده مركي كاتون كلا كان هو ختم جيسي وحيوسو ديبتي طبعا كن درهم ومرك أبو سفيان بن حرب وكسو قاعدة يزيد من أبو سفيان أولي أبو سفيان هنتي لو حد كسو قاعدة يركع جيو قبل مسؤول قال نعم ميد ويدي سيني تاعي مشهار كيسي مسوا ما ويدي سيني تاعي هنتي المسلمين تاعي لهاي بعد الله يا أمير المؤمنين كل دانة ويدين وحواتي بنقوة إن ونوع طيئة إنه إساقوا لي هاي أما إتايا عن تدي مسلمين ولذلك وحوي وحانو كرش بينا بيت المالك مسلمين إنت الله بصنية إنه إساقوا لي هاي أما إتايا عن تدي مسلمين أي لهاي إذن إسلام كوحو أبور النظام وكوه قامني رسولك عليه الصلاة والسلام ونرشا دم يستيريا ولكن لقوه قامية هالكي اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله إسلام كيا إلى لنشري اتقوا فراسة المؤمن إسلام كوحو أبوري هيئة كو أبورا قلبك قفك مؤمنك وانتيك انتي إن انتي يريد هو يديد مركي أي كتري هو يو ما انت عانوه وإنه يريهينه إن يرو بيأي نوغو ترسي مساريف تمانت عينو أهل وإن انتي أي تري هو عمر بن الخطاب والنهي عنها إن بيا لغو ترو عمر إنما مقلية بيها ككر ببيت وحن هو يكو حسوسين يا رب عمر الذي أمر عمرا هو يرانا إلهي عمر أمري إن قشك لتشوتي أيا إن أركي هو يئي نغته إذن هي أدى سردون كي نكهد لنا وحي أحد دمين مسلمين تؤردن إلا إلمه قريقة شوغا أبيه أو يلاهدو هو يدي كو يلاهدو هو يوحاسي كما هبون الدين تيني كداو كو يلاهدو سيدينا تاسي أين كورهمين إذن مساجدكو وحوها مركز لوغا قرميدو نورش أوردن هل كان واحد شوقي شلي ثابت بن قيس ومساجد ككتب كذا ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من كبار الصحابة ويقانا رسولك صحابي والبهل كمساجد ككلية هاي ما لتهرو رسولك ويابي عليه الصلاة والسلام فقال له أين ثابت بن قيس هل هو مريض؟ ثابت بن قيس الكاسو فريسان شري محي النبي النبي عليه الصلاة والسلام محاكو دعي ثابت ميوحن وصنية مردبك لا كتمت بول رسولك عليه الصلاة والسلام إذن هل كين لغا تركو بيشري دتك مسلمين تا هل كين لغا اوغان شري قفك حنو صنية هل كين لغا اوغان شري جيري مبركة اعتماد دو هل كين لغا اوغان شري ما يسمى نوائب الحق هبل باغورغيسي كوبتي هبل با مغرتي افكله اي كو دحداي هلكين لغا اوغان جيري اي لغا هوغامين جيري يا رسول الله انا كعيبوني احد الصحابه رضوان الله عليه غورغيسي وان غراني صحابي باتي يا ثابت ما حكو دحاي وخيرديو نين هضل دا دير بان هبل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ايضا سمركي اي سو دغتي ددك مؤمنين تو عدكينا حكر كر مرينا عدك رسولك عليه الصلاه والسلام ايا وانغي هادلك داديرايو وحنو قاتيبو ويلي انان سكتي او نينك لا لهدليا با ان اريغا الا رسولك الى حقي ليك انانا رسولك وتقي ما يا علي الصلاة والسلام صحابي باب دي مصون قدو يا رسول الله وسوق هذه صوت ثابت بقيه وحسوق هذه وكي هذا الكدارديرايو ايداسي ايا كو ادكات اذهب اليه وقل له انت من اهل الجنه وهذا حديث صحيح اتق او ويد وحاتر هذا كالي وياد اهل الجنات كما سبحان الله بابا صحابي بقى فرح كلبت ويا هلي كرا أدوا أهل الجنات كميت المهم حلوة كذا مسجدك وحوها مش اللوجة كرمدو إسلام كيدتك أول اللوجة كرم مركي ما كلا قصو صاري
هل كود دقي النبي عليه الصلاة والسلام رسول كمال وقعنت الدقو حوجه الرسيل لقط الدق عفوا هيك بني عمرو ليلا وكم إذا أنصارته وحول ورمش وجوه بون أن دقي ومش المساجد كبلابي هل يتسوي الرسول عليه الصلاة والسلام فبدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام المسجد مسجد قباء ومساجد كيوهري لمسجد أسس على التقوى إلى هاي المساجد له أساسي الله كعبس إلى القرآن ككشيغي أي أساس النبي عليه الصلاة والسلام رسولكم وحولي ذيك حوق بدن إذنك أي صفر بان كسو تشري لقيحي وقهري سقا بلابي النبي عليه الصلاة والسلام يعني وحوي قرقي وقهري سقا قادر رسولك عليه الصلاة والسلام سيد آثار صحيح أي تلمامي سنة وحنركي رسولك أقد كيسي بوروبي وحنركي النبي عليه الصلاة والسلام أقرب كيسي مرحي إساقو الدون يئنو مساجد كاليسكي سإنت بضن وقاتل رسولك عليه الصلاة والسلام أفريتو من عشو رسولك جوغي أفريتو منكي أسس هذا المسجد الذي سمي به مسجد مسجد قباء أفر بقول يشن يلحد المسجد بامانتا عاصمتا جمهورية سوماليا لغتو كنية أوغو يران صدح بقوله مسجد أي مانتا جمعها لغا أوغيا أودد كي نيورن أي كنية أولي به تدك كنا مواء أيو ولم كصداء أول بقول كي مشن يساقاشن أي مدح مدويه ولكو مانتا يرو بي أمريكان إلاي إذن مسجدك وحير ماه إمكا وينان دقيسني تلانا كيني بي تلانا قادر بينا تلانا كيني بي وحانو كوني لسوبال لان تعيد دعونا إسا بقول قور بانوشيك وذات كيدي بانوشيك تاجر كيدي بانوشيك أقوياهم كيدي بانوشيك سلطان كيدي بانوشيك هبله هيدي خير كبدنا بانوشيك محانو نلي وإمكا وأفريد طبن سندود با رأيغا كسوري رأيغا سوحوها والمساجد والبا أفرتن قري إيا أفرتن قري إيا أفرتن قري إيا أفرتن قري وأفرتجيهو شارك الله شاب مساجد والبا أفرتن كا قري أفرتجيها كقصم إيسان حالا قصم إيه قدي قدي داسي أفرتن كاسي مثلا قلبي دي وحي سو ساريان أفرتن كا قري شنت قري بختي سو ساري وحوي أفرتن كاغوري بلكي قد بدأ هيستي وحيس كده كيلو بريسة يا كيلو دقيقة إيوه يعني كيلو سكر وصدح صدح مركز أفرتن كله فتو وعمسة وبقولي اللي باتن كيلو بقولي اللي باتن كا كيلو مركز عينو شن وقيم إنه سوى لك سبعة رهير كيشن تي كيلو وفلت هذا قف كأوجب بدن كيلو بالغة ما حكلو عينو نري waxaan nu wareede warwaatan oo agoontii bay lagu badatay warwaatan oo dadkii jilaysanaba ay lagu badatay warnaafadii bay lagu jirtay qofku kun shilin jimciyaha keen mesela misaajka laba kun ay ku soo tukanayaan waa 2 milyan oo shilin hadduu jimciyaha oran ina keenay mintiriga madrasada dhigta ayaa koob shaah weeyki ka marmi karay ilma hayr ee madrasada dhigta keen karay kun kashin حتى قف كل عقب ذي ألوكي، وحي نوري، هرجيسو اللي 1.3 مليون باكو سوغان، لح بقوله كن أو كم يدي بشي بقول كنها بحياك، ولح بقول أم مليوي، وحي نجمع كان وحوي وعقلي، هي توصني دي، هي قرشة دي، هي وحقبتك، هي من مادي هي كل سوني دي، لكن وحسب هذا كصوت عذرية، ما أي شيء تبارك الله فيكم، المهم. كسو برنامج كله ولطق إسلام كله ولطق على ما يفقرها لو كان الفقر رجلا لقتلته عمر بن علي بن أبي طالب حيدي تعاليو إلهي هبوي تقالوا دلي وريال ننكر يقول فقرها يا سبحان الله أنا إذا كفل لنا لها بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه معني إذا وحوي إسلام كله حكيني مبدأ الله إلى أهضو التكافل فلما كما ساجد كان كورهما لقاحت لي بارك الله فيكم
imika masaajidkan culimadu ay naga la hadlayso ee sodon committee in loo jira qorshihiisu muxuu la qoray 700,000 oo Cabdullaahi Xaaji Xirsi ugu horeeyo $100,000 oo dollar bixiyay dambigiisa Ilaahay dhaaf ka waalidkii Ilaahay dhaaf waa raamin dha tijaarada Ilaahay ha u barakeey khayr oo dhan Ilaahay ha siiyo 700,000 bay isku ururiyay $100,000 oo dollar isaga kaliya bixiyay masaajidkii way dumiyeen injineeradina way wadaan dadkii hore masaajidka dhisay waxay yidhaahdeen gurigii guryihii ay berigii la hadheen wax lagu darabay yidhaahdeen xasan shabeel sooyaan ilaahay dambigiisa dhaaf dhowr yacni waxay ahayd 87,000 ayay ahayd markuu masaajidka halkaa ka sameeyey dadku way la yaabanayeen subhanallah war meeshan qarfaaye buurtaye waxaad kama garata subxaanallah ayaa lalaha berigaas laakiin maanta waa tahay magaalada bartankeedii noqotay isagiina waa dhintay subxaanallah maxaa maanta ajar ka socda waxaa la yidhahdaa koonfurtaasa masaajid laga dhisay markaasaa nin muxsin oo reer gadara ka dhisay nin buu dhiibay waxaa ka warramayaa nin sheekh oo caalimo lagu kalsoonayo culimada gadara markaasaa ninkii baa habeenkii ku riyooday iyadoo guri qurux badan oo layaab badan jannada looga dhisay markaasaa la tusay subxaanallah markaasaa markii la tusayey ayaa la yidhi maqsinkan adigu ma lihi subxaanallah waa guri aad u qurux badan wuu yaabay saa la soo mariyey haddana wuxuu doonaa maqsinkan talo maxaa ku jira maqsinkay tusa markaasaa la yidhaha maqsinkan adigu ma lihid baa lagu yidha subxaanallah markii dambe ayaa la yidhi waanu kuu sheegaynaa maqsinkan cidda leh islaan masaajidka la jaara oo cooshad yar ku jirta subxaanallah ayaa lacag ay ururinaysay intaasoo bilood oo aan shilin haynin ayaa xabad labana la soo gurguuratay nin wastaado khayr badan bay ku tiri waryaa ahay war masaajidkaasi la jaar baan ahay war wax allaaliya waxaan hayaa ma jiro war xabaddaa labanka a meel wanaagsan iyo geli subxaanallah xabaddii labanka ahay ayaa qasrigaasi islaantaasi ay ku heshay gurigaasi subxaanallah waxaan u malaynayaa 4 bilood koor ayaa markan halkan masaajidka ka soo gelayo ayaa waxay qabatay islaan da-a oo aan isidhi waa 75 jir say tiri waa reerde wadaadka aada siiro la yidhaahdaa tahay markaasaan idhi waa laga yaaba adeer waxaan ka soo dhaqaaqay oon ka soo lugayay salaadii subax kadib ayaan ka soo dhaqaaqay meesha loo yaqaano isha boorame la odhan jiray baan ka soo dhaqaaqay jaamacadda agteeda goblan baan ahay wax allaaliya waxaan hayaa ma jiro cidii shaqaysaa ma jirto intaasoo sannadood waxaan ururinayay $200 wadaadow waxaan doonayaa cimrigayga waad arkaysaa $200 waxaan doonayaa inaad masaajid iigu darto dembigeeda ilaahay ha dhaafo ka waalidkeeda ilaahay ha dhaafo taladaydu maxay tahay masaajidka horta $170,000 baa lagu qandaraasay bal waxaan idiin sheegayaa waxuba intay yihiin yacnii kun qof oo min boqoli waa imisa waa $100,000 waa inta laynaga doonay imisa taajir imisa magac dee magaaladan 26 jun waa meelihii Hargeysa laga asaasay imisaynu magac haynaa waa 1,000 qof oo min boqola hadduu caqligu shaqeeyo oo aynu khayrka u dadaalno 100,000 intaasay ku dhigay haddii la garan waayo waa 5,000 oo qof oo min $20 email group iskiini soo ma haysaan yaa waxaa laga yaabaa nin walba facebookiisa in 1,000 ku jira ama 2,000 ku jiraan ama 500 ku jiraan waa 10,000 oo qof oo min $10 waxaynu doonayn marka waxaan idin leeyahay barakallahu fiikum halkan lacag kuma ururin $200 ee ugu horeeya oo aan waalidkaygiina soo barbaariyay khayrka badnaa u niyoonayno ilaahay dembigooda ha dhaafe jeebadeedaanu ka bixinay taas waa taas laakiin maxaynu halkan ku kala tegaynaa yacni waxa weeye dadkii khayrka badnaa baan uga jeeda ma waxaynu waalinaa 10,000 oo qof oo min $10 mush macquul
دولار كبدن يو حصر هدين وين كون قف أو من بقلة يعني وحوي وسبحان الله بقول كي كون بصدا وكون قف أو من بقلة وصدا إنك قدر ما نيجي بيجسوا ده طبعا كي الله باتن كاين كله فن مركو حلا يدنا يرادا خير كبدن له رنتي مساجد ده كل حيران كوا خير كوا ولا ليه كوا ناقوا ولا ليه مساجد كاسي في آخر وين كل إيمان من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة تنبغينا إلهي أدافا هلك وحكو ترداد بضنا المسلمين وقارنا عفاد أي مقرة إلهي دونين الله ويديه قارنا الله صلى على سيدنا محمد شمع أي كعوت سنيان إن مراد كوضو خير قبل إلهي سيد تدكى المسلمين تا إهلكا أي مساجك كحدا وحي دونين وخير قبل إلهي سيد عفمادك أي دونين وخير قبل إلهي سيد نبت قليد إلهي نوكت كيب وعلى اليوحة قال كرتون لعررية وحلو يقان الترانسبارنس وحي نقول يريين وحي يدين صوغلا إني أوتكي سواء إلا يقان وإن أرقام لو سمي وعينك 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 وكل هذا الشقد وذنو حويي سمال لان مركمان تلسي بقول مليون أو دولار أو إيقو أي إنو شاقين أما حتى كوا مسلمين تي إنسيين أو أي كسوق قادين إني إنسو قادو ستيت كلو دولار oo inta kala kartoono iyo yaani chatis iyagu ay raacaan iyo fiisitis iyagu ay leeyihiin iyo maxay inay kulban Nairobi iyo maxay dal kale iyo intay u duulan dabeeta intay shiitiskaasi loo soo saaraan wixii bay inay iskoosteen ay noo sheegan waxa kamid ahayd inay yiraahdaan hablaha ugu quruxda badan leh shaqada noo keeno waxay inagu deeyeen in ay raahdan kondemis baan idin qaybinayna sida iskaga ilaalisan AIDS-ka oo inta soo kartoon oo inagu qoran ayaa airport-ka laga soo dejiyaa oo kondemis oo imka hargeysa bartakeedayaal waxay keenayeen inay keenayeen iyo meel iyo qaar drop out ah 19 kun mashaariicda ku siiyaan iyadoo inamadeen jaamacadaha ka soo wada baxay ee fiil walba aqoonta u lahaa boqolal ay kaga shaqeyn lahayn alam tiraa hadba la soo dhaaf waxay keenayeen imika oo meeshii taala hargeysa bartankeeda maanta inay ku qabtaan seminar ay leeyihiin waxa tihiin gobolka waqooyi galbeed ee ka tirsan Soomaaliya iyadoo kuwii looga beelay iyo kuwii dhabeelay iyo kuwii magaratay hore aynu u aasnay iyo intii magacyada sheeganeysay iyo intii doorashada u tartamaysay iyo intii hebel iyo hebel la lahaa ay magaalada bartankeeda joogaan ayaa waxay leeyihiin waxaanu qabanaynaa seminar ay idinku tihiin qayb Soomaaliya kamida oo aanay ogolayn calanka yare tawxiidka iyadoo aynu taaganahay caasimadda Bartakeed oo intii magacyada sheeganeysay intii awood dawladeed jirtay ee ay noognahay inta ciidan jirta aan waxba laga qaban ilaa imka waxaan leenahay xukuumadda waxaynu wax ku nahay masaajidka lagu joogaa lagu ganacsanaya oo waxa yar aynu ku heshiinay ee Soomaaliland la yiraahdo warama hay'ad ha ahaado amma imka seminaarada qaldan qabanaya oo boqolal milyan inagu qoro sanadkii ha ahaado war dawladnimada yar ee aynu ku midaysanahay in nabadgelyadeenu ku dhisan tahay ha laga ilaaliyo kuwa duminaya oo xukuumadda waxaanu leenahay imka seminaarada qaldan qabanaya ee Soomaaliya ku qabanaya adeer waxa tiraahdan Soomaaliya meesha ay ku taalo waa taqaanaan meelaha laga yaqaanana waa taqaanaan halka u rara laakiin anaga khilaaf hanu keenina dambigeena ilaahay dhaafo ka waalidkeen ilaahay dhaafo hawsha misaajid kare ilaahay hay noo fududeeyo sallallahu alayhi wa sallam sayidina muhammad